جميع بين المقابلة كانت مقابلة مزيانة. الشوط الأول لأن اللعابة تبقي جل داكشي اللي قلنا اليوم في الدفاع على الهجوم وصعنا باش نماركو ليك الأول وخرجنا هذا بريمير ميتون مزيانين. دوزيام ميتون دخلنا بلا سناج ولكن ديك النجار اللاعب جاب واحد البيلانتي مكان في الحسبان هي اللي خلات نخشي مرتين و نقول بان الغياب ديال السيدات السيتيوي اخطر بزاف في اللعيبه كنا كيف اخذنا حنايا كنا داخل المقابله ديالنا باش نربحو ماشي خلينا باش نخسرو التعطيل ديالهم شخصا كما قلنا كنا درنا المقابله قلنا لكم بان كنا درنا مزيان الاخوان داروا داكشي اللي عندهم الدراري تكون مسائل ديالهم استطعنا ماشي كبير وما في بيت الاول ضد 12 لاعب في جزائر مثلا لقينا واحد عفوا سميتو كما تنقولو تمارك الهدف تما تعطي واحد الاوراق جيري ناس سميتو ديال رجا لو دوزيام بيت ما نقولو وما تحمل المسؤوليه حتى واحد كنحملوها لينا كاملين حنايا ولا اللعابه هادي حنا واللعابه ولكن ان شاء الله ان شاء الله اللعابه حاسين المسؤوليه ديالهم واخا كل شيء كذا وحنا معاهم باش ان شاء الله المقابلات الجايه ان شاء الله نكونوا على احسن ما نرتاحوا تحمل المسؤوليه. اذا السؤال الاخر حنا وصلنا تحت تحت وسط كاملين حنا مجموعه تاع بلاد السيتيليك وحنا كنا حنا اللي كنديروا حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديالنا حنا اللي كنديروا تعطيوا المسائل ديالنا والسعوديه ديال السيتيليك تعطينا دي هو اللي تيدير التشكيل ولكن حتى حنا كنكونوا حنا معاه حنا اونسون تاعك المسؤوليه ديالنا في هذا سميتو ديال اللعابه شكون اللي تيخطا شكون اللي تيخطا حنا اللي تنخطاو مجموعه كامله وكما قلت لك في الشوط الاول عرفتي شتي الشوط الاول كي داير بلا ما نكرهوا سميتو وثاني مقابله تاع الصرو الغرض الله كما تنقول اللعابه دايرين داكشي اللي عليهم